ميرنا؟ مو معقول تعي؟ فوتي؟ ما عم صدق عيوني. ميرنا؟ ميرنا شو هاد؟ مين عمل هيك؟ مين برأيك؟ ميرنا، ميرنا شو صار؟ مين ضربك؟ ما فيني شي. أبوك ضربك، تأخرتي بسببي. أكيد بسببي خليل. جبت لك المصاري. رح أترك البيت. يا عمري لا تحاول تقنعني إني أرجع على البيت. هذا قراري النهائي. الموت أحسن من هالعيشة. ما بقى أقدر أتحمل. خلص بكرة حبيبتي بنحكي. بشو بدنا نحكي؟ مو شايف حالتي؟ رح أحميكي، وعد. لا أبوكي ولا غيره بقى يأذوكي. وحياتك. كنت رايح؟ إيه عندي اجتماع بالشركة. اجتماع بهالوقت؟ أنا ما قلت لك إني بدي أقلع زينب من الشركة؟ ليش مو قلعتها وخلاص؟ إيه، تعي نقعد، تعي. الموضوع مو بهالسهولة. عندها حصص، وعم حاول اشتريهم. المحامي ماشي بالإجراءات. مشان هيك قررنا انه لازم نجتمع الليله. معناتها بدك تشوفها لزينب. ميرنا، ما هذا الاجتماع مشانها. طيب ماشي، بمجرد ما يخلص الاجتماع تطلع زينب من الشركه ومن حياتنا كمان ان شاء الله. الاجتماع شي ساعه، استنيني. ايه مو بايدي، رح استنى. ما رح تخافي؟ ما بخاف. ليكي قومي كلي، البراد مليان. تفرجي على التلفزيون بس ارجع نسهر سوا. ماشي. بحبك ميرنا. وأنا بحبك. ما سمعت بنوب شو قلتي؟ خاطرك.